بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا ربنا يا كريم. الآية التالية: إياك نعبد مالك يوم الدين. فما مالك ومالك، والفرق بينهما معروف. مالك يعني فعلا كل شيء لي، تحت أمري، تحت رعايتي، تحت سلطان. ومالك هذه كل شيء تحت، والله أعلى وأكبر. وفما مالكي، المالكي هو اللي يتصرف في ملك ما، فبأي طريقتين تقرأ لمالك وملك ما يحصل المعنى اللي لا يشارك الله أحدا في ملكه، فهو ملك وملك أو مالك وملك. نعود إن شاء الله تعالى.